السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم واحد الوصفه ساهله مهله، وهي بيتزا اللي كنقدروا ما نديروهاش في الفران وكتطلع لينا بالزربه. كما قلت لكم عندنا كاس واحد ديال الدقيق، انا فضلت نخلط الفرص مع الصفر باش ما تجينيش البيتزا ديالي تتجبد تجي رطبه. كنديروا بهذا الشكل، كناخذوا عليه الطريقه ديال الخميره وشويه تاع الملحه ومعلقه تاع زيت العود او زيت الزيتون، صافي. وتنجمعوا هذا الخلط باذن الله. اللي بغى يذوب المقادير يذوب المقادير. دابا كما كتشوفوا معنا ملي جمعنا ديك العجينه ديالنا نحاولوا نطلقوها واحد شويه، ما خصهاش تجي قاصحه، خصها تجي رطبه. غنبقاو ندلكو فيها حتى تولي رطبه ان شاء الله. كما كتشوفوا عندنا المقادير ديالنا بساط بزاف، عندنا شي شويه ديال مطيشه او مطيشه كبيره وحده، عندنا شويه البصله، عندنا شويه تاع الملحه، التحميره، البزار، شويه الزعتر، شويه الزيت، والفرماج غناخذو منه غير القياس. دابا ان شاء الله غادي ناخذوا هاد المطيشه وهاد البصله، يا اما نطحنوهم بجوج فطره، يا اما نقليو البصله نقطعوها طريفات صغيره نقليوها عاد نلوحو عليها مطيشه مطحونه، نزيدو شويه الملحه شويه التحميره وشويه البزار. كيف كتشوفوا معانا ملي دلكناها ولات رطبه ومرخوفه شويه كيما كتشوفوا، غنحطوها ان شاء الله ترتاح واحد شويه وندوزو للخبيز ديالها. كيف كتشوفوا معنا ملي ارتحت لينا ديك العجينه ديالنا غادي نحاولوا نقرصوها في المقله ديالنا اللي غنخبزوها بالطريقه هذه. دابا ان شاء الله غادي نسخنوا المقله ونقرصوها مزيان ونخبزوها. كما كتشوفوا معنا ملي رمينا البيتزا ديالنا كنخبوها بالفرشة بهذه الطريقه هذه باش ما تنفخش لينا. كيف كتشوفوا معنا ملي طابت لينا البيتزا ديالنا اللي البطبوطه اللي غنديروها بيتزا ان شاء الله كنقصوا العافيه حتى للحد، ما تنطحيوهاش، تنديروا لاصوص ديالنا بالطريقه هذه، كتبقى العافيه مهيله باش كيذوب لينا داك الفرماج. كنزوقوها بشي الفلفله يا اما مشويه يا اما خضره بالطريقه هذه. الى عندنا شي شويه الزيتون كحل اي نوع تاع الطون ولا الحوت اللي بغينا. نقدروا نزوقوها بالسردين بليزونشوا بالطون باي نوع تاع لي كروفيت اي نوع تاع الحوت اللي عندنا. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه من بعد تنديرو شوية تاع الفرماج. أنا تنعمر فيها وتنحسها تيطلع مع يديا لأن البوطة مازال مشعلينها على مهل مهيلة بزاف
حنا تنعمرو داكشي تيذوب غير بشويه بشويه. ودابا ان شاء الله غنديرو شويه ديال الزعتر، كنرشو عليها شويه الزعتر من الفوق، واللي بغى يدير لها واحد الخويط تاع زيت الزيتون يدير واحد الخويط تاع زيت الزيتون. وكنتمنى لكم شهية طيبة. كيف كتشوفوا معنا هذه هي النتيجة تاع البيتزا ديالنا، كتجي رائعة مقرمشة ولذيذة بزاف، وكنتمنى تروق لكم وتعجبكم وبالصحة والراحة.